السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة الأخبار من قناة عدن الفضائية، أهلا بكم. والبداية بالعناوين. مسرع العشرات من عناصر ميليشيا الحوثي الإنقلابية بقصف نفذتها مقاتلات التحالف في محافظة مأرب. قوات الجيش والمقاومة تنفذ كمين محكم استهدف مجاميع من ميليشيا الحوثي الإنقلابية في جبهة الخنجر بمحافظة الجوف. القوات المشتركة تحبط محاولة تسلل الحوثية صوب مواقعها في قطاع حيس جنوب الحديدة. أهلا بكم إلى التفاصيل. دعا وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني إلى تحرك دولي عاجل لتلافي وقوع كارثة متوقعة جراء تسرب أو غرق أو انفجار خزان النفط العائم صافر. وأوضح الوزير الإرياني أن فشل المفاوضات بين الأمم المتحدة وميليشيا الحوثي المدعومة من إيران حول أو بشأن خزان صافر لم يكن مفاجئا في ظل استمرار مماطلة ومراوغة الميليشيا واستخدامها الملف مادة للمساومة والابتزاز ومحاولة تحقيق لمكاسب سياسية دون اكتراث للتحذيرات من كارثة بيئية واقتصادية وإنسانية وشيكة. وأشار الإرياني إلى أن فشل المفاوضات جاء بعد انقلاب ميليشيا الحوثي الإرهابية على 4 اتفاقات سابقة التزمت بموجبها بسماح لفريق فني أممي بالصعود للناقلة صافر وتقييم وضعها الفني وصيانتها، وفشل كل المساعي الدولية لإقناع الميليشيا الإنقلابية بالتعاون للحيلولة دون وقوع الكارثة. وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول المشاطئة للبحر الأحمر بتجاوز ميليشيا الإرهاب الحوثية والتحرك العاجل لتلافي وقوع كارثة هي الأكبر من نوعها ستطال بأضرارها ملايين المدنيين في اليمن والمنطقة وستلقي بتبعاتها الخطيرة على حركة الملاحة في أحد أهم الممرات الدولية. كما حذرت منظمة غرينبيس من احتمال وقوع انفجار في ناقلة النفط صافر المتهالكة في الحديدة في أي لحظة، داعية الأمم المتحدة إلى تحرك عاجل لمنع الكارثة، وذلك قبيل جلسة لمجلس الأمن الدولي لمناقشة هذه المسألة. وبحسب بيان للمنظمة المدافعة عن البيئة نشرته وكالة الأنباء الفرنسية، فإن الانفجار على متن الناقلة قد يتسبب بوقوع أحد أكبر 10 حوادث مماثلة في التاريخ. وقال المنسق الأول للحملات في غرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أحمد الدروبي في بيان أن الأمر ليس فيما إذا وقعت الكارثة بل متى ستقع ناقلة صافر، ويمكن أن تتحطم أو تنفجر في أي لحظة. وأضاف قد تؤدي الحرائق الناتجة عن الانفجار إلى تلويث الهواء مع آثار خطيرة صحية خطيرة على المجتمعات المحلية المنكوبة بالفقر وعلى فرق الاستجابة بدورها. قالت المديرة التنفيذية لمنظمة غرينبيس الدولية غريفر مورغان إن على الأمم المتحدة التحرك الآن لتجنب ما يمكن أن يكون أكبر كارثة نفطية في هذه في المنطقة، فالحلول متوفرة والخبرات والتقنيات معروفة. تعرضت ميليشيا الحوثي الإنقلابية والمدعومة من إيران خلال الساعات الماضية إلى ضربات قاسمة نفذتها مقاتلات التحالف العربي على مواقعها العسكرية بمحافظة مأرب. وذكرت مصادر ميدانية أن طيران التحالف شن في الساعات الماضية غارات جوية مكثفة على مواقع وتجمعات للميليشيا الحوثية في الجبهات الشمالية الغربية بالمحافظة. وبحسب المصادر فإن الغارات أسفرت عن مصرع العشرات من عناصر ميليشيا الحوثي الإنقلابية وتدمير عدد من الآليات العسكرية في جبهتي سرواح ومدغل بمحافظة مأرب. ميدانيا أيضا، حيث نفذت قوات الجيش والمقاومة الشعبية كمينا محكما استهدف مجاميع من ميليشيا الحوثي الإنقلابية المدعومة من إيران في جبهة الخنجر شمال مدينة الحزم بمحافظة الجوف. وقال مصدر عسكري إن مجاميع من ميليشيا الحوثي الإنقلابية حاولت التسلل إلى أحد المواقع العسكرية غرب معسكر الخنجر، إلا أن أبطال الجيش كانوا يرصدون تحركاتها منذ البداية وأوقعوها في كمين، مؤكدا أن الكمين أسفر عن سقوط غالبية تلك العناصر بين قتيل وجريح، فيما لذا من تبقى منهم بالفرار مخلفين وراءهم عتادهم وجثث قتلاهم.
ومنذ مطلع الأسبوع الجاري يخوض أبطال الجيش والمقاومة الشعبية معارك متواصلة على امتداد مسرح العمليات في جبهة الخنجر، تكبدت خلالها ميليشيا الحوثي الانقلابية خسائر لا تحصى من العتاد والأرواح. اندلعت مواجهات جنوب الحديدة عقب رصد تعزيزات للميليشيا الحوثية من جهة زبيد صوب منطقة الجبلية الساحلية التابعة لمديرية التحيتة. وأفاد مصدر عسكري في القوات المشتركة أنه تم رصد تعزيزات للميليشيا التابعة لإيران عبر خط زبيد حاولت الانتشار بين المزارع شرق منطقة الجبلية. وأضاف أن الوحدات المرابطة من القوات المشتركة في خطوط التماس اشتبكت مع عناصر الميليشيا بالأسلحة المتوسطة، فضلا عن قصف مدفعي مركز حقق إصابات مباشرة في صفوفها، مؤكدا وقوع قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا الإنقلابية وإفشال محاولة الانتشار والتي جاءت بعد 48 ساعة من فشل محاولة مماثلة في ذات المنطقة. أحبطت القوات المشتركة محاولة تسلل جديدة نفذتها ميليشيا الحوثي الإنقلابية صوب مواقعها في قطاع حيس جنوب الحديدة. وقالت مصادر عسكرية ميدانية إن عناصر من ميليشيا الحوثي الإنقلابية حاولت التسلل صوب مواقع القوات المشتركة شمال شرق مدينة حيس، وتمكنت القوات من رصد تلك العناصر والتعامل معها وأحبطت محاولة التسلل. وأكدت المصادر أن القوات المشتركة أجبرت الميليشيا المدعومة إيرانيا على التراجع والفرار بعد سقوط خسائر مادية وبشرية في صفوف مسلحيها. أصيب طفلان برصاص قناص ميليشيا الحوثي الإرهابية في مدينة تعز. وبحسب مصادر محلية فإن طفلان في سن 12 أصيب برصاص قناصة ميليشيا الحوثي الإنقلابية في حي الكمب الواقع بالقرب من خطوط التماس بين قوات الجيش الوطني وميليشيا الحوثي الإنقلابية شرق المدينة. وأوضحت المصادر أن أحد الطفلين أصيب بجروح في البطن والآخر بالفك. جدير بالذكر أن قناصة الميليشيا الحوثية يستهدفون باستمرار المدنيين ومنازل المواطنين بقذائف المدفعية. ووثقت منظمات محلية ودولية منذ بداية الحرب مئات الضحايا في مدينة تعز، أغلبهم من النساء والأطفال والذين سقطوا بفعل القنص والألغام التي زرعتها ميليشيا الحوثي الإنقلابية. قصفت ميليشيا الحوثي الإرهابية بمختلف الأسلحة المتوسطة وقذائف المدفعية الأعيان المدنية في مدينة حيس جنوب الحديدة. وأفادت مصادر محلية في حيس أن ميليشيا الحوثي استهدفت بمختلف أنواع الأسلحة الرشاشة المنازل السكنية المكتظة بالأهالي ومخيمات النازحين الواقعة في أطراف مركز المدينة. وبالتزامن مع هذا الاستهداف شنت الميليشيا الحوثية قصفا مدفعيا عنيفا بعدد من قذائف الهاون استهدفت بها الأحياء الشمالية الشرقية الآهلة بالسكان وسط المدينة وفقا للمصادر. وأشارت المصادر أيضا إلى أن القصف الحوثي أدى إلى دوي انفجارات هزت الأحياء السكنية وأحدثت خوفا وهلعا في صفوف الأهالي لا سيما النساء والأطفال. تمكنت الفرق الهندسية التابعة للقوات المشتركة من تفكيك لغمين مضادين للدروع من مخلفات ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران جنوب مركز مدينة الدريهمي بالحديدة. وقال مصدر في هندسة القوات المشتركة إن الفرق الهندسية قامت بعمليات مسح في مناطق ريفية جنوب الدريهمي بالحديدة. وأضاف المصدر أن الفرق الهندسية عثرت على لغمين مضادين للدروع من مخلفات ما زرعته ميليشيا الحوثي الإنقلابية وقامت بتفكيكهما وإزالة الخطر الذي كان يشكلانه على المارة. ويأتي هذا في إطار الجهود الإنسانية للقوات المشتركة في تطهير وتأمين مناطق الساحل الغربي من حقول الألغام التي زرعتها ميليشيا الحوثي الإنقلابية وحرصا منها على حياة المواطنين اليمنيين. أما الآن مشاهدين الكرام إلى حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال 24 الساعة القادمة بمشيئة الله تعالى.
ولمن فاتته النشرة هذا التذكير بأهم ما جاء فيها مع الزميل غسان. مصرع العشرات من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية بقصف نفذته مقاتلات التحالف بمحافظة مارب. قوات الجيش الوطني والمقاومة تنفذ كمينا محكما استهدف مجاميع من ميليشيا الحوثي الانقلابية في جبهة الخنجر بمحافظة الجوف. والقوات المشتركة تحبط محاولة تسلل حوثية صوب مواقعها في قطاع حيس جنوب الحديدة. انتهت النشرة لهذه الليلة، قدمناها لكم من قناة عدن الفضائية. طابت أوقاتكم، إلى اللقاء. إلى اللقاء.